الله صالح. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، كيفك يا انتظار؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية على الامتحان دكتور، عن جد كان كثير كويس. مباشر، كله مباشر ضمن الوقت اللي نتكلم عنه إن شاء الله. صالح كيف الامتحان يا صالح؟ ونائل كيف الامتحان؟ في هي مجدي مجدي سمعني يا مجدي، أحمد المومني، اوكي خلينا نشوف البقية، نستنى شوية. العافية دكتور. الله يعافيك يا مومني، كيف أمورك؟ دكتور بدي أسألك سؤال بشكل عام. بالجامعة هسا كطالب، أنا كطالب بحق لي إني أشوف الريفيو تبع امتحان المد ولا لا؟ أكيد للكل، وأنا عرضته للجميع، بس في بعض الدكاترة مأجلينه ليوم الأحد. هسا صراحة دكتور أنا يعني حكيت لدكتور أنا بالكلية، بغض النظر شو اسمه، بغض النظر شو اسمه. مش حكي اسمه، حكى لي إن شاء الله. لا لا لا، الكل، أنا حتى في اجتماعي معهم بلغتهم إنه الكل بده الطلاب يشوفوا إجاباته. من حقك تشوف إجاباتك وتراجع امتحانك. يعني الفكرة انه في يعني دكتور بالكلية الثانية لسه ما حكيتلوش، يعني يوم الاحد بدي احكي له، فمش عارف. هلا في بعض الدكاترة مأجلينها، في بعض الدكاترة لا، في نظروها عشان امتحان اللي حقق الجميع بدون استثناء، كل طالب يشوف امتحانه ويشوف الحل، واذا في عنده اعتراض يقدر يتراجع هو دكتوره، ما في مشكلة لجميع المواد مش بس موادي انا. نعم دكتور، هاي تعليمات واضحة، يعني مش إنه هذا امتحان أنت قدمته بدي أشوف الإجابة الصحيحة وبدي أتأكد إنه إجابتي صح ولا لأ، هذا حقك حبيبي. تمام دكتور، شكرا. كويس، طيب خلي عبد الحميد، بس خلينا نفول زملائكم شوية. عبد الحميد، أوكي طيب. خلينا أشير لكم شير الصفحة الرئيسية، هاي شير. طيب قبل كل شيء عشان يكون صورة اللي ما قدم امتحان نزلت إعلان هام. أول شيء بالنسبة لجميع امتحانات الميك اب حتكون يوم السبت القادم، وفي جدول اليوم إن شاء الله بالليل بظهر لكم إياه إن شاء الله، بنزله على جروب الاي تي. الميك اب كل لكليتنا بس، أوكي، فبظهر لكم إياه اليوم على الجروب، اوكي. هو حيكون يوم السبت، الميك اب كله يوم السبت. هلا انا مادتي موضوعات خاصه، في غياب طالبين، حيكون يوم السبت تاريخ 26/12 الساعه 1 الظهر. هلا على الميك اب حيكون عليه باسورد، ما حيدخل على الميك اب غير الطلاب اللي قدموا عذر رسمي، سواء لرئيس القسم او للعميد وافقوا لهم عليهم، اوكي. مش انه عمليه الميك اب هيك ارتجاليه اي واحد بيقدر يدخل عليه، لا. واضح الفكرة يا شباب؟ لو دخلت على منصة الامتحانات حطلع زي بالنسبة لمادتنا، حيكون نازل عندك هون امتحان نصفي تكميلي، وعشان تكونوا بالصورة يختلف كلية عن الامتحان التاني، الامتحان التاني غيره بصراحة، يعني مش انه والله اسئلة نفس والله جزء منها، لا، امتحان تاني منفصل كامل. واضح الصورة؟ هيكون نفس الشيء 25 سؤال، وحتجاوب وكل شيء ومدته ساعة كاملة. فرجاء اللي عنده اللي غابوا عن الامتحان، بديش أذكر أسماء، يعني هم عارفين حالهم، يتواصلوا معي على أساس امتحانهم يوم السبت، وهذا الموعد مش أنا محدده، هذا المواعيد الامتحانات التكميلية إجا فيها قرار مركزي، جيل جدول الامتحانات موعد هو يوم السبت، من بيبدأ من 9 الصبح للمساء. واضح بمواعيد، انا بنزلكم الجدول تبع كليه الاي تي اليوم ان شاء الله المساء بكون نازل. في اي استفسار؟ هلا بالنسبه للامتحان، امتحان العلامات كويسه، تتراوح العلامات عندي من 7 ل 23،
وبتوقع ضمن المادة، ما في شيء برا المادة، والجواب قدامك، والوقت كان كافي لأنه في ناس 35 دقيقة كانوا مسلمين امتحان وعلاماتهم عالية بصراحة. فما فيش أي يعني ما بعرف إذا في ملاحظات. الأسئلة طلعت، علاماتك، الإجابات النموذجية طلعت، والجواب قدامك. في حد عنده أي مشكلة أو أي شيء؟ لا سلامتك دكتور. طيب ما دام ما فيش اي شيء خلينا نرجع لمادتنا. احنا قبل مادتنا بس انتبهوا شغله. هلا انت امتحنت امتحان مد من 25 علامه وقدمت اربع وظائف. هلا يوم الاثنين القادم في وظيفه بتسكر يوم الاربعاء، هيك بصير عندك خمس وظائف، خمس وظائف عليهم تقريبا 20 علامه. اوكي، الاسبوع اللي بعديه اللي هو بيكون الشهر أربعة، الشهر أربعة 12، أربعة واحد عفوا، السنة الجديدة. أوكي، هلا يا يوم أربعة يا يوم ستة بدي أسوي كويز محسوب. أنت تكون جاهز يوم أربعة أو يوم ستة، اللي هما مش الأسبوع الجاي، اللي بعديه، يا الاثنين يا الأربعة. مدة الكويز ربع ساعة. الكويز حيكون كتابة برنامج، مش إنه كويز والله مالتيبل تشويز ولا لأ، لا بدك تكتب برنامج. واضح؟ تمام. كمان حيكون عليه تقريبا من أربع لخمس علامات. هيك بكون ماخذ 25 مد في وظائف وكوزات، وبعديها بكون عندك الفاينل من 50 علامة. هي توزيع العلامات. واضحة؟ لأنه سألني أكثر من شخص، فعشان تكون الصورة واضحة لكم جميعا. فبيضل عندك يوم الاثنين الجاي حينزل وظيفة، وبعديها الأسبوع اللي بعديه في عندك كوز، وكل عام وأنتم بخير. وبعديها بيبدا الفاينل تقريبا، الماده حيكون نص واحد، بعد نص واحد بيبدا ماده الفاينل. في اي استفسار يا شباب او اي استعلام؟ لا تمام دكتور. شباب بقيه المواد اي واحد غايب عن امتحان لازم يبعث عذر رسمي سواء لرئيس القسم او لعميد الكليه، يتواصل مع رئيس القسم او عميد الكليه. ولاحظوا انا نزلت اعلان في الجروب تبعكم الاي تي معاك امبارح 23 و24 لانه بدنا نجهز. فرجاء اللي تغيبوا عن الامتحانات مش مادتي، في كل المواد يتواصل مع رئيس القسم وعميد الكليه. اوكي، طيب خلينا نرجع لمادتنا في البايثون. احنا وصلنا اخر شيء على الملفات و هاي عندي غصون كمان. حكينا عن الملفات، بلشنا في بدايه الملفات. خليني هلا في التوتوريال، لاحظ هاي هون عندك هون موضوع في الفايل، ضل عندنا كمان الاكسبشن، وبعدين بدنا نتطرق لهي المواضيع. بدنا نتكلم عن بايثون مع الداتابيز، بايثون مع النتورك، بايثون مع السي جي اي. يلاحظ هذول مواضيع كثير مهمه، في مالتي ثريدنج كمان، او كمان في بدخل البايثون في الاكس ام ال بروسيسنج، يعني مع شغله تصميم الصفحات وما الصفحات. اوكي، فهذول حنتطرق المواضيع بس ك يعني خلينا نقول يعني متوقع محاضرة كل شيء ورجيك بتسوي. يعني بدي ركز على المواضيع اللي انتم اخذتوها، مثلا سي جي اي انتم ما اخذتوا سي جي اي، اخذتوا مثلا داتابيز، اخذتوا نتورك، اخذتوا اكس ام ال بروسيسنج يعني صفحات الاتش تي ام ال والتعامل معها. طيب بس خلينا ننهي، نحاول اليوم بدي انهي موضوع الملفات كامل عشان انتقل للمحاضره الجايه اكسبشن، وبعديها ادخل لهاي المواضيع. بالنسبه للملفات احنا تكلمنا في المره اللي فاتت واخذنا مثال عليها، قلنا عمليه إن كيف تنشئ ملف، كيف تفتح الملف. الملف عندك حالتين، يا بيكون موجود يا مش موجود. اذا كان موجود بدك تفتح الملف، بدك تفتح الملف بتحدد حالته، هل هو للقراءه، هل هو للكتابه، وفي حالات ثانيه حكينا عنها. كمان بعد ما تقرا الملف تقدر تسوي اللي بدك اياه، تطبع منه، تطبع على الشاشه. بتقدر كمان زي ما حكينا بعد ما تخلص من عمليه فتح الملف بتسوي عمليه تسكير الملف. عمليه فتح الملف احنا حكينا عن المره اللي فاتت، بتعرف اوبجكت بيساوي اوبن اذا مش متذكر، وبعديها اسم الملف. اوكي، هلا في معلومات ثانيه احنا حكينا عنها، في شيء اسمه الاكسس مود والبفرنج حكينا عنهم. هلا انت لما تيجي تفتح اي ملف في بيجي اختصارات، فممكن تستخدم معها حرف الار، حرف الار بي، ار بلس، ار بي بلس،
WWB W بلس WB بلس و AB و A بلس و AB بلس، هذول هم المتعارف عليهم 12 إيش حالة مود اللي حكينا عن المرة اللي فاتت، اللي هو بيكون ملف للقراءة read open file for reading only. أوكي البوينتر at the place at the beginning of the file this the default model، يعني انت لو انت ما اعطيته هو default model بياخد ايش اللي هو بيقرأ هذا الملف، هذا اذا كان للقراءة. لاحظ الحالة الثانية اللي هو read open the file for reading only in the binary format، وهذا اللي وقفنا عليه المرة اللي فاتت لما جينا حكينا عن الصورة، اذا متذكرين المحاضرة اللي قبل الامتحانات قبل المراجعة. هلا الملف ممكن يكون ملف نصي زي ما شفنا المرة السابقة، كلام نصوص، الار للكتابة، لاحظ في دبليو اللي هي رايت اونلي ريد اونلي، هلا ار بلس اللي هي ار زائد هي بيكون الملف للريدنج الرايتنج. اوكي هون ملفات الباينري مثل الصور الفويس الباينري اللي بياخذ ملف على باينري، ار بي بلس هي نفسها both for reading and writing لاحظ in a binary format. اوكي يعني بقرأ وبيكتب بالباينري. اوكي هاي اختصاراتهم، نفس الشيء W for writing only binary format، هون ل writing and reading W زائد. اوكي اللي هون بدخل في الباينري، ال A اللي هو ان بدك تقرأ الملف for appending، وحكينا عنها المرة اللي فات شو معنى شو الفرق بين ال write وال append. الرايت بروح بيكتب على الملف، يعني بيمحي كل شيء موجود جوا الملف وبيسوي عملية إضافة النص الجديد. أوكي. أما الأبيند لا، بيخلي الداتا الموجودة جوا الملف وبيسوي عملية إضافة عليها، وشوفنا المرة اللي فاتت. أنا بقعد براجع اللي أخذناه. A B اللي هو أبيند إن باينري فورمات نفس الإشي. في A بلس اللي هي اللي عملية الأبيندينج أند ريدينج، يعني بيسمح إنك تضيف إضافة على الموجود موجود زائد إنك تقرأ، و open for both appending and reading in the binary format. هذول ما الحالات. أوكي الأوبجكت اللي بتعامل معهم الملف الفايل، إما الفايل close file open وحكينا عن بعض منهم، والفايل name عشان يرجع اسم الملف، والفايل يعني اسم الملف دوت مود هاي بتعطيك ريتين اكسس مود وذ ويتش اوف ذا واز اوبن، يعني مين الملف اللي حالته في حاله الاوبن. وهون معطيك مجموعه من الامثله، لاحظ هون فتح ملف اسمه اف او او تي فور ريد باينري، وبعديها لاحظ لما فتح الملف صارت القيمه في الاوبجكت اف او. هلا لما فتح هذا الملف عشان بدي اعرف لاحظ شو اسم الملف، بقدر الاوبجكت دوت نيم دوت كلوز هذا، لاحظ خليني اورجيكم اياها شو لو شفتوه، ولا بنيجي بنطبق انا وياكم على الباينري ونشوف بعض الفانكشن الثانيه في حاله كيف نقرا من ملف ونكتب والقراءه في انواع. لاحظ اي ملف اسمه فوتو دوت اكس تي فور ريد باينري. اوكي هاي اكسكيوت، لاحظ هون لما حطيت اسم الاوبجكت دوت نيم رجع لي اسم الملف، شايفين الملف هلا هاد كلوز، هل هو مغلق كلوز؟ هذا الملف مش كلوز مفتوح، فهون دوت كلوز لاحظ شو اعطاني فولس. المود تبعه انت محدده من هون المود شو اسم مسميه دبليو بي، فلاحظوا انفتحوا دبليو بي. السوفت سبيس ما لناش فيها، ما هلون لو غيرت لاحظ الملف فور ريد مثلا ويرجع سويته اكسكيوت، لاحظ هون شو بقول لي؟ يقول لي في غلط. هون انا فتحت الملف فور ريد كلوز والمود، تأكد منها هي قتامة، بس افوت زملائكم. مين اسامة؟ اسامة المومني. اوكي فلاحظ بيعتمد حسب هو شو فاتح الملف
هون مش عارف هون هاي حتى هاي هون W وهي execute اوكي read هون فاكر عشان يقرأ من يكتب جواه باينري اوكي ماشي. طيب خلينا هلا مع بعض جهزت مجموعة بس خلينا اطلع لكم من هون اوكي. وهلا خليني هون على برنامجي ذكرتوه البايثون هلا جهزت لكم حرفع لكم الملف ان شاء الله بعد المحاضرة. هلا في السؤال تبع الباينري تذكروا الباينري السؤال تبع الباينري هيو لاحظ وبدي أورجيكم بعض الشغلات قبل ما نقوم بعملية. هلا لاحظوا هون في محل ما أنا مخزن البروجيكت تبعي بس خلي بيني لاحظ أنا منشئ ملف اسمه بسام.txt نص ملف تاني تذكروا المحاضرة اللي فاتت اللي سميناها demo.txt وهي برنامج الرئيسي. أنا في صورة عندي a1.jpg صورة خزنتها وحطيت هاي الصورة شوي في لود على بس البراوزر. هلا الصورة هاي أنا بدي أقرأها من ملف الصورة وآجي أكتبها بملف تاني لاحظ بس هون لاحظ مش تكس مش نص إني مثلا والله بدي أنقل من بسام txt لديمو txt لا أنا هون بدي أخذها عبارة عن إيش باينري باينري عرفت علي؟ فهون لاحظ هاي أول إشي فتحت الصورة اللي هي خليني أغير اسمها هون سمينا بس A1 أوكي هاي A1 وهون A2 كابيتال دكتور أوكي هاي A2 وهون A1 أوكي هلا A2 تجي بيجي مش موجود هذا الملف أنتوا لاحظتوا الملف أوكي هاي A هلا انتبه معي أنا فتحت الصورة هاي فيها صورة جمع الجراش أوكي هاي الصورة فتحتها أي لاحظ بيعطيني حتى حجم الصورة كامل فتحتها read binary. هلا لما قرأت كل شيء رحت قلت انشأت ملف ده انشأ ملف تاني اعطيت الاوبجكت سميته existing file new file. الصورة التانية اللي بدي انا اسويها فتحت الملف للرايد عشان انا اكتب فيه. هلا اذا مش موجود بروح بنشئ هذا الملف اللي اسمه at2.jpg وبيكون للكتابة binary. هلا هون شو لاحظ اخذنا تذكروا الفانكشن في فانكشن اسمها read وفانكشن اسمها رايت تذكروا تمام اسم الاوبجكت هيو نيو فايل دوت رايت يعني الملف الجديد اللي انا بدي اسويه الاوبجكت تبعه قلت له روح يكتب بين قوسين الملف القديم اللي هو الاكزيستنج فايل دوت ريد يعني قرأ هاد وراح كتبه في الثاني وبعديها سكرت الاكزيستنج فايل وبعدين سكرت النيو فايل. واضح الصورة؟ هاي ملفي أنا البايثون هاي الصورة موجودة A1. هلا كل اللي بدي أسويه أنا وياكم ها لاحظ بعد ما أخلص هاي الأمور هاي رن في لود شوية بس دكتور شلون ضفنا الصورة هون؟ هون لا هاي لاحظوا شو سوى طلع شو صار عندك A2.jpg الصورة عادي. هلا انت مشروعك بتروح على مش انت لما نزلت البرنامج هو سوى بروجكت بروجكت حخزن المكان خلينا اورجيك اياها. لا تمام بعرف بس شلون ضفت انت كليك يمين جبت صورة وضفتها جوا البروجكت تبعي بس واضح علي واضح. لا واضح بس انا بقول لك فولدر عادي فولدر عادي انت لما انشأت البروجكت اوكي تم ضفته في الملف فولدر خليني بس عشان يكون الكل واضح ها دقيقه شوي معي هاي شير هاي الفولدر اظن هلا بيكون واضح لكم. شفتوا الفولدر انا لما بنزل بنشئ المشروع تبعي بنشئ فولدر اسمه بايثون بروجكت
حطيت فيه صورة هون وخزنت برنامجي معاه. هلا هو لاحظ هاي الصورة الأولى، هو لو خلينا نفتح الصورة مع بعض دبل كليك بس لود كثير يعني الجهاز ما هو منشغل. وضحت الأمور دكتور، وضحت الصورة، صورة عادية أي صورة بتختارها، حتى ممكن ممكن يكون فويس أي شيء. هلا هو بتعامل معاه بأخذ الباينري تبعه. وضحت الصورة؟ وضحت. خليني بس أسكره وارجع أشيركم. واضح؟ إذا هون بس بدي توصل معكم الصورة إني أنا بكل أريحية شو صار؟ فتحت الملف كريد باينري وكتبت ريد باينري فأخذ الصورة. لو أنت جربه لي إياها اليوم هتلاقي نفس الصورة الشكل نفسها كأنك سويت كوبي بيست عنها وغيرت اسمها. وضحت الصورة؟ وضحت. طيب في كمان شغلة تانية، هاي من النقاط اللي بدنا نتكلم عنها. لاحظ لما بدنا لنفرض بدنا نكتب بالعربي، يعني بدي مثلا يفتح ملف بسام اوكي وبدي يقرا مثلا كاتب كلام بالعربي، بدي اكتب جوا ملف بالعربي يعني اوكي. لو جربت انت تكتب بالعربي ما حيقبل اوكي، حيعطيك ايرور مباشره. اذا حاولت تكتب في ملف وكاتب بالعربي حيعطيك ايرور، والسبب انك لازم تستخدم في المود انك تعطيه انه في لغه ثانيه. خلينا نشوف اي مثال مجهز لكم اياه كمان. لا اذا بدك تكتب جوا ملف لازم تستخدم، اذا بتكتب كلام بالعربي سواء كنت كتبته هون او من ملف ذكرى منه لملف ثاني لابد انك تستخدم شيء بنسميه الانكودينج. والانكودينج عشان ياخذ الخطوط تبعتي يو تي اف 8. يعني لاحظ لو اجيت هون ما كتبت هذا الكلام، هاي كات، ما استخدمت الانكودينج اوكي. قلت له ينشئ لي يفتح لي ملف اسمه بسام هيو اوكي، بدي اكتب جوا اوكي واكتب لي العباره هاي وهي رنها، حيعطيني ايرور مباشره على كلمه هاي. شايفينها ايرور مباشره؟ ليش؟ لانه هاي مش معرفه عنده اللغه. فبالتالي انت اذا تكتب بالعربي فبالتالي لابد انك تستخدم الانكودينج دوت تي اف 8. لاحظ لو رجعت هاي ملف بسام فاضي، لاحظ فيش فيه شو ما كتب شيء. هاي نرجع كودنا، هاي ران، لاحظ هاي طبع على الشاشه بنفس الوقت. لاحظ ايش راح كتب جوا الملف هاي بسام. ها هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شفت؟ واضح، طبعته على الشاشة وطبعت نفس الإشي على إيش؟ على اللي هو الملف جوا الملف. هاي طبعت، وهون بعد مش أنا قرأت من الملف طبعت على الشاشة، سويت كلوز إله أوكي. واضح الأمور؟ هاي بعض الشغلة. طيب اليوم بدي أميز ما بين، هلا في عندي مجموعة من الفانكشن، هاي الفانكشن كثير موجودة عندي، مجموعة من الدوال. كيف استخدمنا مثلا open close read write، تذكروا؟ طب هلا في الريد في نوع ثاني بسموه read line. يعني هلا خلينا نمسح هون. هلا انا لما بدي اجي اقرا من ملف، خليني نروح مثلا على ملف الديمو هذا مكتوب فيه محمد الزغموري، مظبوط معي؟ هذا الملف لما بدي أقرأ منه، لما بدي أقرأ منه الملف، لاحظ للقراءة بدنا نميز ما بين أمر اسمه read وread line في الملفات. إحنا الريد أخذناه، الريد بيقوم بعملية قراءة الملف كامل. هاي فتحت الملف open للديمو تي اكس تي للريد. احنا اخذنا في شيء اسمه read وفي شيء اسمه read line function. شو الفرق بين التنتين؟ الريد بتقرا، يعني لو اجينا هنا الملف كامل، read لا بتقرأ الملف كامل بالضبط زي ما حكينا سابقا، يعني بتقرا بخطر هذا. read line بصير عمليه القراءه line by line، يعني لو اجينا قمنا هذول التنتين
هاي كات خلينا بس ريد واحدة وجيت هون نفسته. شو قرأ لي من ملف الديمو؟ بس بسام اللي هي أول سطر. طب بدي أقرأ السطر الثاني بقول له ريد لاين ريد لاين، كل مرة بقول له ريد لاين. فأنا مثلا الملف هاي الديمو فيه بس مثلا فيه بسام ومحمد وكامل، بدي أقرأه. إذا بدي أقرأ سطر سطر أو إذا بدي أقرأ الملف مرة واحدة كامل. فريد لاين لما بقرأه هلا طب شو الفكرة شو حستفيد منه؟ إنك إنك بتأخذ أنت بتقرأ الملف سطر 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 سطر. بقدر هلا برجع إذا تذكرت المادة اللي أخذناها الليست. واضح مثلا بكون أنت عندك ملف فيه كل سطر معلومات عن الطالب رقمه واسمه وعنوانه، فأنت بدك تجي ما بدك تقرأ الملف كله بعدين تسوي لوب وهذا، لا. شو بصير؟ بصير بقرأ سطر سطر بالملف. ليش؟ حتى أستطيع إيش أسوي؟ كل سطر أقرأه وأخزنه بليست وأطول بدي إياه منه. وضحت الصورة؟ هاي هون لما أجي أنفذه لران لاحظ شو كتب لي؟ كتب لي بسام محمد زغموري. واضح شو الفكرة؟ كل واحدة من ريد لاين قرأت سطر. دكتور بس سؤال. نعم. إذا بدي يقرأ من السطر الثاني كيف؟ في خلي لي إياها لسه. هلا بدك تعرف كم سطر عندك. بدك تسوي جاي لوب. تمام. بدك تعرف كم سطر عندك أنت في الملف. هنيجي عليها هتكلم عليها. أوكي؟ أوكي. فأنت بالملف واضح بتحدد فيه عندي لسه كمان فانكشن، أنا ما بدي أطول كتير. تقدر مثلا كلني تبدا من اخر شيء وقف عنده. واضح؟ يعني في مجموعه من الفانكشن اللي بحكي بدي اعطيك مجموعه منها. وضحت الصوره؟ نيجي كمان نفس الشيء زي ما قرانا الملف بدنا نكتب. طيب انا بدي اكتب جوا زي ما انا ما بدي اكتب كله مره واحده، انا بدي افتح الملف للكتابه ولكن لما اجي اكتب جوه الملف اضيف سطر سطر. واضح الفكره؟ يعني ايه حتقول لي طب شو الفرق؟ هلا الرايت بكتب، الرايت اخذنا نوعين، الرايت بمسح كل شيء جوه الملف وايش؟ بضيف الجديد وبضيف الجديد، مزبوط ولا لا؟ بس لما بضيف لما بكتب بكتب مره واحده الملف كامل. في كمان فانكشن جاهزه اسمها رايت لاينز، هاي وظيفتها إنها بتضيف سطر سطر. يعني مثلا أنت عندك مثلا معلومات عن مثلا أكثر من ليست، مسوي ليست وهاي الليست فيها أكثر من عنصر وبدك أنت تضيف الليست لاين باي لاين. يعني عندك مثلا بسام محمد الزغموري، أنا لما بدي يجي يضيفها اكتبها ما يكتب لي بسطر واحد، بدي يكتب لي إياها كل عنصر في هاي الليست يحط لي اياها على سطر. وضحت الفكره؟ هيك راح نستخدم الابند دكتور ماشي؟ لا لا ما بدي استخدم الابند، انا انتبه علي، ما انا عشان هيك انا بركز معك. انا ما بدي، انا بدي الاضافه تتم على الملف ولكن تعتمد على اسطر. مش المقصود انه ما الابند انه شو بيسوي؟ ما بمحي القديم اوكي؟ ولكن شو بيسوي؟ بضيف على الجديد. اوكي حتى تفهم كلامي اكثر خلينا نرجع نفس مثالنا الديمو قبل شوي. اطلع هلا الديمو قبل شوي شو فيه مكتوب؟ بسام محمد زغموري. هلا انا سويت ليست كتبت بسام واحد محمد واحد زغموري واحد. هلا انا لاحظ ما بدي لما يجي يضيفهم، لاحظ هاي بيست، طلع علي سويت ليست، تذكروا الليست اللي اخذناها؟ قلت له هاي بسام واحد محمد واحد زغموري واحد وحطيت باك سلاشين عشان تنزل كل واحد على سطر. رحت فتحت الملف اللي هو demo.txt للكتابه، لاحظ لما جيت كتبت جوا الملف ما استخدمت الرايت، استخدمت رايت لاين بين قوسين الشغله اللي بدي اضيفها اللي هي الليست. هلا ملفي قبل ما انفذ البرنامج طلع شو مكتوب فيه؟ بسام محمد الزغموري، مزبوط؟ هلا خلينا ننفذه مع بعض. هلا نفذ. طب لما نفذ خلينا نروح نشوف الملف شو صار. هلا انتبه الرايت ضلت نفس عملها ما غير، بس الرايت تمسح الموجود وبتضيف.
فلما دفعة واحدة دكتور. وضحت الصورة؟ فهمان. فلما ضفت ضفت هلا مرة واحدة حيضيف، ولكن أنا عبارة عن لاين لاين، في فرق بينها وما بين، لو لاحظ لو لاحظ لو كتبت هون رايت شايفين هاي، خلي رقم عشان نشوف الفرق، اي تنين هون تنين. ها هلا ملفي بسام واحد، محمد واحد، زغموري واحد، اوكي. هون استخدمت الرايت مش الرايت لاين، وهي كمان رن، لاحظ في عندي ايرور ات لاين 3 تو درايت للليست. هون سترينج ما بياخدش الا سترينج، فهون اوكي يساوي اوكي، هون عشان ما يطلع الاخطاء اوكي. اوكي وهلا هاي رن اوكي، وتعال شوف شو صار، ترى كيف اخذهم، لاحظت كيف اخذهم؟ فهمان اخذهم از سترينج اوكي، بسام نزل سطر بسام، بس هذا كله سترينج مش عنصر، واضح؟ فالرايت لاين سطر سطر، فبالتالي بتتعامل مع الدكشنري ليست تيبل، لاحظتوهم هذول كل العناصر الموجودات فيهم، لما باجي بدي اضيفهم على ملف بستخدم رايت لاينز. وضحت الفرق ما بين الرايت والرايت لاينز والريد والريد لاينز؟ اوكي طيب اوكي. هلا هنالك موجود عندي غير الدوال، في عندي هلا احنا اخذنا سابقا في دوال ثانيه اللي هي بتغطي اللي هي في اسمه سيك، في تيل، في كمان عندنا الكلوز والاوبن، حكينا عنهم كاملات. حكينا سابقا كمان على النيم والمود والانكودينج والكلوز، هذول خلصناهم كاملات. هلا بالملفات تذكروا لما حكينا عن الموديل، في مجموعة من الموديول تابعة للملفات، أهم واحد فيهم بسموه أو إس. مذكرين الموديول؟ أخذنا في موضوع إيش اسمه الموديول، مذكرينه ولا مش مذكرينه؟ موديول أيوه، كيف نعرفه؟ تذكرتوه؟ هلا في موديول جاهز اسمه أو إس. هذا الموديول الجاهز فيه مجموعة من الفانكشن المهمات، هاي بدي أجيب لكم إياهم كاملات. جهزت لكم اياهم كمان، هاي بيست. في عندي موديل اسمه او اس، سويت له امبورت عشان اقدر استخدمه هون في البايثون. هلا في مجموعه من الدوال اللي خاصه بهذا الموديل، اول داله اللي هي داله تغيير الاسم اللي هي رينيم، يعني مثلا انا هذا الملف شايفينه بقدر اغيره، بستخدم الموديل os.rename، بعطيه الاسم القديم والاسم الجديد. اوكي؟ كمان موديل اخر اسمه remove، اللي هو بدي احذف الملف هذا. باجي بقول له os.remove، بعطيه اسم الملف، بحذف لي اياه. انا عم جرب واحده واحده. بعدين os.path_existed، يعني انه موجود ولا مش موجود. بيعطيني انه هل هو موجود ولا غير موجود. كمان في عندي ميك دايركتر، هذول اللي اشتغلوا دوس ايام زمان بيعرفوا كيف تسوي فولدر، وبعطيه اسم الفولدر. هون ريموف دايركتر اوكي، خلينا بس نعطيك واحد نجربهم بس. هاي كات، هاي اول واحد، وهي ران، لاحظ طلع هون شو صار، كان اسمه شو، كان اسمه انا اسمه ديمو دوت تي اكس تي، راح غير اسمه سماه ماي ايش ديمو دي اس. وضحت الصوره
اوكي هلا خلينا على الاسم الجديد بدل عشان ما نغيرش. اوكي ها هلا بدك ترجع ترجع زي ما كان. خليني بس اشطبها هاي ديليت. هلا بدي اشطبه او قبل ما اشطبه خليني هون. بدي اغير اسمه قبل ما تشطبه دكتور. لا بديش ادخل على الجهاز خلاص مو هون. خلينا نحكي عن هاي. اوكي هون سميناه ماي صح. هون بس نحط ماي وداش هون انه هل هو موجود ولا لا. الاحظ ماي ديمو تي اكس تي هاي ران. لاحظ ما طبع لي شيء. احنا لازم نقول له برينت هون. هلا هو لازم رجع لي ترو اذا كان موجود يرجع ترو. هلا ماي ديمو نفس الكتابة. طيب خلينا نطبعها طباعة نشوف. هاي برينت افتح قوس هون تذكرة القوس اوكي هيا تحطها برينت تخزنها اوكي. هلا لانه موجوده لاحظ لو قلت له ديمو بس بده يشوف انه هل الملف موجود عندي ولا لا. لاحظ بده يعطيني فولس لانه ديمو مش موجود اوكي. اللي صار ما هو صار اسمه ماي ديمو اوكي. طيب لو بدي اجي احذفه بدنا نحذفه هلا بنسوي له ريموف اوكي. هاي كمان هاي بدي اسوي ريموف اوكي لمين لماي ديمو ماي اندرسكور ديمو اوكي. طلعوا هون هاي هاي شايفين الملف هون. بس كيف بقدر اتحكم يعني حتى جوا فولدري انت عارفين شو يعني في مجموعه هاي رن. لاحظ شطبه كان موجود شو صار حذفه اوكي. كمان مثلا بدي انشئ انا فولدر مش ملف انتبه فولدر دايركتور اوكي. نفس الاشي يعني بقدر اتحكم فيه. هذا من يعني الموديول كثير مهمة عندنا. مثلا قلت له سوي لي دايركتور اسمه ايمج. لاحظوا هون فهلا اول ما اسوي ران لاحظ شو سوى شفتوا هون هيها شفتوا انشأ فولدر اسمه ايمج. يعني يا شباب بدي تتخيل يعني هلا انا يعني مثلا بدي بس انت تتخيل انا ايش بعطيك هاي الاوامر. مثلا عندك تيبل او مثلا بكره ما تشوف الداتابيز اخذت بيانات بدك تاخذ هاي البيانات تروح تنشئ فولدر لها وتخزن تنشئ ملف جواها وتخزن بيانات جواها كله بتتحكم فيه كامل. هذا انت يعني عندك داتابيز فيها جدول معين اخذت منه بيانات هاي البيانات تحطها لحال بقدر انشئ منها ده فولدر بقدر انشئ جوا الفولدر ملف واخزن اللي بدي اياه جواها. اتحكم كله عباره عن كتابه كود. وضحت الصوره؟ وضحت. يعني هاي الامور بالنسبه لي يعني بدك تشطب هذا الفولدر بكل سهوله زي ما انت انشاته بتقدر بكل سهوله تسوي عمليه ايش هاي هون زي ما انشأناه بنسوي عملية ايش؟ حذف له كامل. هذول تقريبا اهم يعني طلع على هون خليك عينك على هون شايف هذا الفولدر اللي اسمه ايمج لاحظ تم حذفه اوكي. فانت عندك تحكم كامل في هاي العملية. يعني الموضوع مش انه فقط والله انه تغيير مسار او اعطاء دايركتور او في كمان واحد تاني
بترجع لك اسم المجلد اللي انت واقف عليه، يعني الفولدر اللي انت واقف عليه كمان، بتعطيك اياه.